أنا أعتقد أن إذا تأخرت يعني في الشهر الأول من هذا العام يجب ألا ترسل إلى البرلمان، لأنه تعد يعني غير ذات قيمة وغير ذات جدوى. أما إذا في نيسان أيضا غير ذات قيمة وذات جدوى، لأنه البرلمان يحتاج على الأقل شهرين إلى 3 أشهر حتى يقرها، وبالتالي أنا أعتقد أن السنة المالية ستنتهي بدون إقرار موازنة. لكن أنا أعتقد أنه الموازنة في لمساتها الأخيرة يعني تم صياغة الكثير من الفقرات، النقاط الخلافية اللي هي محل ممكن أن تكون محل التأخير بين الإقليم وبين بغداد، حول تسليم النفط، حول حصة الإقليم. أما النقاط الأخرى أنا أعتقد أنه من السهل جدا يعني تجاوزها، حتى وإن كثر الحديث عنها في الوسائل الإعلام أنا أعتقد أنه ليست هي النقاط الخلافية. سعر الصرف ثابت 1450 في الموازنة العامة، لم يتم التطرق إلى أو التقرب من هذا السعر نهائيا في كل المناقشات. ضمنت أيضا يعني معلوماتي الأولية أنا حول هذا الموضوع أنه ضمنت جزء من البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء، خاصة المتمثل بتعيينات اللي كثر الحديث عنها اللي هي بحدود 850,000 للمحاضرين المجانيين، للعقود، للأوائل على الكليات، حملة الشهادات العليا، بحدود 850,000 تقريبا. هؤلاء تم استحداث درجات واستحداث تخصيصات مالية لهم. أيضا فيما يخص الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، من المحتمل أن يزداد عدد المشمولين بحوالي 1 مليون أو 1.1 مليون. والجانب الأكثر أهمية بالنسبة إلى السيد رئيس الوزراء هو الاهتمام بالجانب الصحي وتطوير عمل المستشفيات وتوفير الأدوية. نعتقد أنه هذه البرامج الأساسية، أما خارج ذلك فأنا أعتقد أنه كله خاضع للنقاش. نعم.